نروح مرة تانية لملعب مباراة ولقاء مع الكابتن حسين شكري وزميلنا العزيز كريم أحمد. اتفضل يا كريم. بجد التحية طبعا لكل مشاهدينا وكل متابعي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان. الحقيقة يوم رائع ومميز جدا واحتفالية مميزة جدا في يوم الكل الأكيد بيكون منتظر طبعا وهو نصر أكتوبر. النهاردة يوم عظيم جدا، لكن النهاردة أنا معايا الحقيقة واحد من نجوم النادي الأهلي، نجوم الزمن الجميل، كابتننا طبعا الكابتن حسين شكري، يمكن كمان مدرب فريق 2012 ومساعد كمان الخواجة في قطاع كرة القدم النادي الأهلي. كابتن حسين، في البداية إيه الجون الجامد قوي ده اللي جابه الكابتن أحمد فوزي ده؟ حاجة رائعة جدا ومميز كالعادة كابتن حسين، يوم رائع ومميز، وهو ده النادي الأهلي بقيمته الكبيرة لما بنشوف النجوم والكوكبة الرائعة دي. نرجع لايام زمان وبنشوف النجوم الكبيره جدا. حابب تقول النهارده على اليوم؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وحضراتكم طيبين والشعب المصري كله بخير وانتصارات اكتوبر. انت عارف حضرتك طبعا ان النادي الاهلي دايما سباق في الاحتفالات والحاجات ديت، ان هو يبقى دايما المبادره عنده من الاحتفالات للقوات المسلحه بالذات او الاحتفالات عامه للشعب المصري. طبعا يوم زي دوت بنتجمع طبعا اللعيبه القديمه دي كلها والكلام ده كله، بيبقى يعني بتبقى فرصه ان احنا بنشوف بعض والكلام ده كله، بيبقى يوم لذيذ والحمد لله رب العالمين. ده برضو تكمله، وان النادي الاهلي ما بينساش ولاده اللي هي القدام او اللعيبه القدامى او الكلام ده كله، فبنبقى سعداء جدا لما بتبقى في احتفالات زي كده هوت، وخاصه لما بتكون بتناسب مناسبه عظيمه زي مناسبه اكتوبر. كمان وجود الحقيقه الكابتن محمود الخطيب والقامات الحقيقيه اللي كنت واجده من رموز قواتنا المسلحه، يعني حاجه رائعه ومميزه جدا، وده الدور الكبير اللي بيقوم بيه الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي في يوم عظيم زي كده، بينعكس ازاي على واحد من نجوم النادي الاهلي زي الكابتن حسين شكري؟ بص اقول لحضرتك حاجه، دايما النادي الاهلي واحنا من ولاد صغيرين احنا اتربينا، من قبل كمان ما انا اتكلم عن نفسي، يعني من قبل ما العب مثلا في النادي الاهلي، ان انا اهلاوي ووالدي رحمه الله عليه راجل اهلاوي وزرع فينا فالقيم والمبادئ والحاجات دي كلها، دايما يعني مع تواصل الاجيال سواء مجلس اداره الكابتن الخطيب او المجالس السابقه والكلام ده كله، دايما هتلاقي دايما على مر الزمن ان الاحتفالات اللي هي بتبقى الاعياد القوميه او الكلام ده كله دايما النادي الاهلي بيبقى سباق في. طبعا يشرفنا طبعا الكابتن الخطيب على راس مجلس اداره والكلام ده كله، بيزيد الدنيا بهجه، بتزيد اللعيبه كلها اللي هي القدامى او الناس القديمه كلها. شايف انت الجو عامل ازاي؟ ما شاء الله، يعني جو جميل يناسب ويليق بالنادي الاهلي ويليق بالاحتفالات بتاعه نصر اكتوبر، ودايما يا رب يديمها علينا دايما يا رب ان شاء الله باذن الله احتفالات مع مصر كلها ومع النادي الاهلي. ربنا يعزك وتشكر، ربنا يخليك. شكرا جزيلا، كل الشكر الحقيقه والتقدير للكابتن حسين شكري، واحد من النجوم النادي الاهلي الحقيقه في الزمن الجميل. يوم رائع واحتفاليه مميزه جدا، ومباراه الحقيقه شفنا فيها اهداف مميزه وشفنا فيها حاجات كده بتاعت لعيبه كره القدم بالنادي الاهلي. يا رب ان شاء الله باذن الله اليوم يكتمل على كده، والتكريم الحقيقه لما بيكون زي ما بنقول وبناكد مع القيمه الكبيره ورمز من رموز النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب، الموضوع بيكون ليه مردود كبير جدا على كل النجوم وكل قدام اللاعبين. مستمرين معاكم كل مشاهدينا وكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان، بنغطي كواليس اليوم لحظه بلحظه، هنكون معاكم وان شاء الله خلال المرحله القادمه وخلال الساعات القادمه هكون معاكم الاحتفاليه وتكريم رموز ابطال اكتوبر. يا رب ان شاء الله يكون يوم رائع ومميز على كل نجوم النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد، ذكرى عظيمه لا